مرحبا بجميع متتبعي قناة ويسلان نيوز. نحن نتواجد على مقربة من قنطرة ويسلان، فهناك أنباء تقول بأن هناك ضحية أو عملية قتل قد جرت، ولكن لا أخبار تؤكد صحة ما يروج. لحد الآن الأخبار منعدمة، لحد الآن صحة الخبر غير موجود، ننتظر الخبر اليقين. كان هناك الشرطة لمعية المجرم، ولكن بحثوا ولم يجدوا الضحية. لا قوي، صوت يروح نفس كعادة الجريمة.